بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وتحت رعاية وحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أسدل الستار على فعاليات بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة طيب الله ثراه لجمال الخيل العربية للإنتاج المحلي في نسختها الثامنة، والتي أقيمت على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتنظيم من منظمة الجواد العربي. وعرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم سموه المتواصل لرياضات الفروسية خصوصا رياضة جمال الخيل العربية، مؤكدا أن هذا الدعم والاهتمام ساهم في تحقيق كامل النجاح للبطولة الغالية والتي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة طيب الله ثراه، مشيدا باهتمام ومساندة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وحرص سموه على تقديم كامل الدعم لرياضات الفروسية. وأوضح سموه أن النجاح الذي حققته البطولة حافزا للاتحاد في مواصلة تنظيم هذه البطولة والتي وصلت إلى نسختها الثامنة، مبينا إلى أن الاتحاد سيعمل على تنظيم النسخة التاسعة خلال الموسم القادم، مشيدا بجهود كافة اللجان والتي عملت بجهد ومثابرة من أجل كتابة فصل جديد من النجاح. هذا وشهد اليوم الختامي للبطولة تنظيم بطولات بطل الأبطال وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في كافة الفئات، إضافة إلى تكريم الحكام الذين أشرفوا على تحكيم البطولة ومختلف اللجان وتكريم الرعاة والداعمين للبطولة، كما شهد عزف السلام الملكي للمملكة من الفرقة الموسيقية بوزارة الداخلية.